الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم. قعدنا النهاردة مع آخر نص من نصوص الفصل الدراسي الثاني، وهو نصائح للشاعر محمود سامي البارودي. مين محمود سامي البارودي؟ محمود سامي البارودي هو باعث الشعر العربي الحديث، وهو رائد مدرسة شعرية اسمها الإحياء والبعث. انضم هذا الشاعر العظيم إلى الحركة العرابية في الثورة العرابية، وشارك في ثورة الجيش المصري بقيادة أحمد عرابي عام 1881، وله ديوان شعر كبير يتكون من مجلدين، يعني كتابين كبار كده، بالإضافة إلى قصيدته كشف الغمة في مدح سيد الأمة. النص بتاعنا اسمه نصيحة أو نصائح. النصيحة دي واجبة من الإنسان لأخيه الإنسان، علشان يتم بناء وطن قوي، وطن متقدم، تنتشر فيه الحياة الكريمة والأخلاق الطيبة والحرية في كل شيء. البارودي في النص ده بيسعى من خلاله إنه ينشر بعض النصائح الهامة العظيمة اللي بتبين أهمية احترام الناس لبعضهم البعض، بغض النظر عن كون الإنسان فقير أو غني، لأن قد يفيد الفقير الناس، يعني ممكن الإنسان فقير بس يفيد وينفع الناس كلها، ويفعل ما لا يستطيع أن يفعله الغني. طب تعالوا نشوفوا كده النص مع بعضينا. النص بيقول إيه؟ إذا أراد الله خيرا بعبده هداه بنور اليسر في ظلمة العسر، إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن لدودا، ولا تدفع يد اللين بالقصر، ولا تحتقر ذا فاقة، فلربما لقيت به شهما يبر على المثر، فرب فقير يملأ القلب حكمة، ورب غني لا يريش ولا يبري، ولا تعترف بالذل في طلب الغنى، فإن الغنى في الذل شر من الفقر. أهم حاجة شباب، نصيحتي الدايمة ليكوا في كل نص، المفردات بتاعت أي نص هي من أهم الأشياء اللي لازم حضرتك تكون مذاكرها. المفردات دي بتخليك في مواطن الجمال واقف على رجليك وقوي جداً، بتخليك في السؤال بتاع اشرح الأبيات قوي جدا، فده اللي مطلوب من حضرتك. أول بيتين عندي: إذا أراد الله خيرا بعبده هداه بنور اليسر في ظلمة العسر، إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن لدودا، ولا تدفع يد اللين بالقصر. تعالوا نشوف اللغويات. إذا دي أداة شرط، لو تفتكروا أسلوب الشرط خدناه في أول الترم ده، أداة شرط بتفيد التوكيد. إذا أراد بمعنى شاء ورغب، أراد شاء ورغب. إذا أراد الله خيرا، خير معناه كل أنواع البر، جمعها بقى هو اللي مهم جدا يا أخوانا. المفرد والجمع مش من الحاجات الهايفة، لا دي حاجات مهمة جدا. جمع كلمة خير خيور وأخيار وخيار، خيور وأخيار وخيار. إذا أراد الله خيرا بعبده، العبد هو المملوك والمقصود بها هنا الإنسان اللي ربنا خلقه، وجمعها مهم جدا، عبيد وعباد وأعبد وعبد وعبدان وعبدة، كل دي جمع كلمة عبد. هداه أي أرشده، وعكسها أضله، بنور اليسر السهولة والملاينة في الحياة وفي المعاملات، في بنور اليسر في ظلمة العسر، في أوقات الشدة والضيق ربنا يهديه ويرشده. إذا شئت أن تحيا يعني تعيش سعيدا فلا تكن لدودا، سعيدا يعني مسرورا، فلا تكن لدودا أي شديد العداوة والخصومة، وجمع لدود الإداء، ولا تدفع أي لا ترد أو تزيل، يد اللين السهولة واللين والملاطفة بالقصر، بالقهر والظلم والقسوة. تعال نشوف شرح البيتين كده. البارودي عايز يقول لنا ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، واذا اراد لاحد من عباده الخير ييسر له كل شيء،
ويخرجه من كل محنة وشدة. فلو أنت عايز تحيا سعيدا، كن سمحا لينا، ولا تعامل الناس بقسوة وكراهية. إذا أراد الله، أسلوب شرط بيفيد الثبوت والتحقق عشان يؤكد إن السعادة منحة إلهية، منحة من الله. إذا أراد الله خيرا بعبده، كلمة خير هنا نكرة أفادت العموم والشمول. بعبده، إضافة الهاء لكلمة عبد فيها تكريم للإنسان، كلمة عبد لوحدها تفيد العموم والشمول، يعني أي عبد من عباد الله. هداه بنور اليسر، تعبير جميل هنا بيدل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وهي نتيجة لما قبله، وفيها تصوير جميل لليسر بأنه نور يضيء حياة الإنسان. هداه بنور اليسر في ظلمة العسر، كلمة اليسر بعد النور، نور ويسر، فيها نوع من أنواع الطمأنينة والأمان. هداه بنور اليسر في ظلمة العسر، هنا تعبير جميل بيدل على أن العسر الإنسان ما يقدرش أنه يتحمله، وفي تصوير للعسر بالظلام للتنفير منه عشان الناس تهرب منه. العسر كلمة بعد كلمة الظلمة بتفيد أو بتوحي بالقلق والخوف. هداه بنور اليسر في ظلمة العسر، نور اليسر وظلمة العسر بينهما مقابلة تؤكد المعنى وتوضحه. اليسر والعسر لوحديهم بينهم تجانس بيدي نغمة موسيقية، وفي نفس الوقت بينهم تضاد يوضح المعنى ويؤكده. إذا شئت أن تحيا سعيدا، قلنا أسلوب شرط، في إذا يفيد الثبوت والتحقق. لا تكن لدودا، أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد. كلمة لدودا نكرة للتحقير، احنا قلنا قبل كده إن أخونا الكلمة لما بتيجي نكرة مش دايما يبقى غرضها تعظيم، ممكن تيجي للتحقير وممكن للتعظيم. هنا كلمة لدودا حاجة مش كويسة، فنكرة بتفيد التحقيق وبتوحي بشدة الخصومة والعداوة. ولا تدفع يد اللين بالقصر، اسلوب نهي غرض النصح والإرشاد. طب والتحذير من ايه؟ من القسوة في المعاملة. وفيها تصوير جميل لانه شبه اللين بإنسان له يد، لا تدفع يد اللين. واللين والقصر بينهم تضاد يؤكد المعنى ويوضح. الأبيات اللي بعد كده، ولا تحتقر ذا فاقة، لا تحتقر أي لا تقلل من شأن أو تسخر أو تهزأ أو تستهين من إنسان. ذا يعني صاحب، فاقة احتياج وفقر، وكلمة ذا جمعها ذو أو ذوي. ولا تحتقر ذا فاقة فلا ربما، ربما أداة بتفيد الاحتمال، لقيت به شهما يعني وجدت به شهما، إنسان صاحب مروءة ونجدة ونبل وعنده عزة نفس، يبر على المسري، يعني يبر يكرم ويحسن ويقدم الخير للمسري للغني. فرب فقير، رب حرف جر للتقليل يعني حاجة قليلة كده، فرب فقير يملأ القلب حكمة علم وفهم، ورب غني، ممكن تلاقي إنسان غني ثري لا يريش ولا يبري، لا يريش يعني لا يضر ولا ينفع، ولا يبري يعني لا ينفع ولا خير فيه. ركزوا في الكلمتين دول عشان جداد جدا، يريش يضر او ينفع، يبري ينفع او خير او لا خير فيه. ولا تعترف بالذل في طلب الغنى، يعني لا تقر بالذل اللي هو ايه الاذلال في طلب الغنى وانت بتسعى الى الغنى. ولا تعترف بالذل في طلب الغنى، فإن الغنى في الذل، وقت الذل والضعف والهوان شر من الفقر، أقبح من الفقر. يعني بالبلدي كده ما تذلش نفسك وانت بتدور على انك انت تبقى غني، لان الغنى في الفقر، اسف، الغنى في الذل اوحش بكتير من ذل الفقر. هنا الشاعر محمود سامي البارودي بيحذر الإنسان عموما من أنه يحتقر الفقراء، لأنه ممكن تلاقي إنسان فقير أفضل من إنسان غني، فتلاقي بيه يساعدك ويقدم لك الخير أكتر من اللي غني بيعمله. وعليك أن تعلم أن هناك من الفقراء الحكماء الذين يفيدون الناس، بينفعوا الناس كلهم، كما أن هناك كثير من الأغنياء لا ينفعون أحدا ولا يضرون.
ويجب عليك أن تعتز بنفسك أيها الإنسان، ولا تذل نفسك لطلب الغنى، لأن الفقر في عزة نفس أحسن من الغنى مع الذل والهوان. ولا تحتقر ذا فاقة، ده أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد. ولا تحتقر ذا فاقة فلربما، أداة تفيد الاحتمال وتعليل للنهي اللي قبليها. لقيت به شهما، تعبير بيدل على عزة نفس الفقراء. يبر على المثري، تعبير بيدل على أن كثير من الفقراء أفضل من كثير من الأغنياء. ولا تحتقر ذا فاقة والمثري، ذا فاقة اللي هو الفقير والمثري اللي هو الغني، يبقى بينهما تضاد يؤكد معنى ويوضحه. فرب فقير يملأ القلب حكمة، يملأ القلب حكمة هنا تعبير شبه القلب بالوعاء، والحكمة بشراب صاف يملأه، فيها تعبير جميل يوحي بغزارة العلم. ورب غني، تعبير يدل على قلة الأغنياء الشاكرين لنعمة الله عز وجل. ورب غني لا يريش ولا يبري، أسلوب نفي بلا، وتكرار النفي هنا للتوكيد أو للتأكيد على أن الغني لا ينفع ولا يضر، وده تعبير بيدل على عدم على انعدام الشخصية وتفاهتها. البيت الثاني كله، فرب فقير يملأ القلب حكمة ورب غني لا يريش ولا يبري، في بين الشطرين بتوعه مقابلة بتؤكد المعنى وتوضح. لا تعترف بالذل، أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد، وفي دعوة للاعتزاز بالنفس. فإن الغنى في الذل شر من الفقر، تعليل لما قبله وأسلوب توكيد بإن، وده تعبير بيدل على أن الفقير عزيز النفس أفضل من الغني الذليل. فإن الغنى في الذل شر من الفقر، تصوير جميل للغنى بالذل كأنه بالشر، الغنى في الذل كأنه بالإيه؟ بالشر. الغني أو الغنى والفقر بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه، بينهما إيه؟ تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. وبكده انتهى معانا الدرس أو النص الأخير، وانتهى منهج النصوص. أتمنى لكم التوفيق بإذن الله دائما، وأشوفكم على خير بإذن الله.